بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على المصطفى الأمين وآله الطيبين وصحبه الميامين والتابعين وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو لقاؤنا التاسع مع التفسير القيم النفيس لباب التأويل لسيدنا الإمام الخازن رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا مع الفصل الثالث من مقدمته صفحة 8 في جمع القرآن وترتيبه. قال رحمه الله: واعلم أن الله تعالى أنزل القرآن المجيد من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر، ثم كان ينزله مفرقا على لسان جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدة رسالته نجوما عند الحاجة وحدوث ما يحدث على ما شاء الله تعالى. هنا بينبهنا على قضية مهمة، إنه القرآن الكريم أنزل الله تعالى من اللوح المحفوظ عنده إلى السماء الدنيا. فالقرآن الكريم أوحى الله به تعالى وأثبته في اللوح المحفوظ كما هو بين أيدينا الآن بما سبق في علم الله القديم مما كان وما سيكون من الحوادث التي ستقتضي نزول هذه الآيات وجعله في السماء الدنيا تأهلا وتأهبا لأن يوحى من السماء الدنيا إلى الأرض منجما، يعني مفرقا على حسب الوقائع والأحوال. ومن هنا أتت فضيلة ليلة القدر التي نزل فيها القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وترتيب، يقول المؤلف رحمه الله، وترتيب نزول القرآن غير ترتيبه في التلاوة والمصحف. ترتيبه في النزول كان ينزل على حسب الوقائع وهذا توقيفي، وترتيبه في التلاوة والمصحف أيضا توقيفي على حسب ما أمر به سيدنا جبريل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفه عليه، ومن ثم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام الذين تلقوه عنه ووقفهم عليه، ليكون في النهاية المصحف الذي بين أيدينا كما سبق في اللقاء السابق هو مطابق تماما في ترتيبه في تلاوة لما في اللوح المحفوظ. أما ترتيبه في التلاوة والمصحف فبين أيدينا معروف. طيب ترتيبه من حيث النزول يتكلم عليه المؤلف. فأما ترتيب نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما نزل من القرآن بمكة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نون والقلم، ثم يا أيها المزمل، ثم المدثر، ثم تبت يدا أبي لهب، ثم إذا الشمس كورت، ثم سبح اسم ربك الأعلى، ثم والليل إذا يغشى، ثم والفجر، ثم والضحى، ثم ألم نشرح، ثم والعصر، ثم والعاديات، ثم إن أعطيناك الكوثر، ثم ألهاكم التكاثر، ثم رأيت الذي، ثم قل يا أيها الكافرون، ثم الفيل، ثم قل هو الله أحد، ثم والنجم، ثم عبس، ثم سورة القدر، ثم سورة البروج، ثم التين، ثم لإلاف قريش، ثم القارعة، ثم القيامة، ثم الهمزة، ثم المرسلات، ثم قاف، ثم سورة البلد، ثم الطارق، ثم اقتربت الساعة، ثم صاد، ثم صاد، ثم الأعراف، ثم الجن، ثم ياسين، ثم الفرقان، ثم فاطر، ثم مريم، ثم طه، ثم الواقع، ثم الشعراء، ثم النمل، ثم القصص، ثم صور بني إسرائيل،
ثم يونس ثم هود ثم يوسف ثم الحجر ثم الأنعام ثم الصفات ثم لقمان ثم سبأ ثم الزمر ثم المؤمن ثم السجدة ثم حاميم عين سين قاف ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجاسية ثم الأحقاف ثم الذاريات ثم الغاشية ثم الكهف ثم النحل ثم نوح ثم إبراهيم ثم الأنبياء ثم قد أفلح المؤمنون ثم تنزيل السجدة ثم الطور ثم الملك ثم الحق ثم سأل سائل ثم عما يتساءلون ثم النازعات ثم إذا السماء انفطرت ثم إذا السماء انشقت ثم الروم ثم العنكبوت. واختلفوا في آخر ما نزل بمكة، فقال ابن عباس العنكبوت، وقال الضحاك وعطاء. المؤمنون، وقال مجاهد ويل للمطففين. والقول عندنا ما قال سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. كل مؤلف هذا ترتيب ما نزل من القرآن الكريم بمكة، فذلك 83 سورة على ما استقرت عليه روايات الثقات وسبق ذكره. ده حاصل وخلاصة ما عليه روايات الثقات وساقه لنا المؤلف رحمه الله تعالى العظيم سيدنا الإمام الخازن مهذبا ومرجحا ومنقحا. وأما ما نزل بالمدينة ف31 سورة، فأول ما نزل بها سورة البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران ثم الأحزاب ثم الممتحنة ثم النساء ثم إذا زلزلت الأرض ثم الحديد ثم سورة محمد صلى الله عليه وسلم ثم الرعد ثم سورة الرحمن ثم هل أتى على الإنسان ثم الطلاق ثم لم يكن ثم الحشر ثم الفلق ثم الناس ثم إذا جاء نصر الله والفتح ثم النور ثم الحج ثم إذا جاءك المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الصف ثم الجمعة ثم التغابن ثم الفتح ثم التوبة ثم المائدة. ومنهم من يقدم المائدة على التوبة، فهذه ترتيب ما نزل من القرآن بالمدينة المنورة. واختلفوا في سورة الشورى، فقيل نزلت بمكة وقيل نزلت بالمدينة، وسنذكر ذلك في مواضعه من التفسير إن شاء الله تعالى. وإلى هنا نكون قد فرغنا من الفصل الثالث من فصول المقدمة لكتاب لباب التأويل في علم التفسير لسيدنا الإمام الخازن رحمة الله تعالى عليه وأرضاه، ونفعنا بما ذكره من علم مهذب ومنقح. بلغ المجلس 24 من ربيع الأول 1440 من الهجرة، 2 ديسمبر 2018 من ميلاد السيد المسيح. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.